الأوساخ حوالينا في كل حتة، ولكن في الفيديو ده خليني أعرفك على أشهر 5 أنواع من الأوساخ اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك. رقم 1، الوسخ الصايع اللي هو بيرزعك الخازوق من هنا ومع ذلك عادي جدا بيتعامل معاك ولا كأن حاجة حصلت، قال يعني هو مش باين عليه وممكن يكون مش باين عليه. النوع التاني هو الوسخ الغشيم اللي بعد ما يدق معاك الدقة يحس إن هو هيتهرش فيبدأ يسحب نفسه منك تدريجيا أو مرة واحدة مش مشكلة ويقطع علاقته بيك. النوع الثالث هو الوسخ اللي بلا هدف، اللي هو مش مثلا بيقل معاك عشان يشقط الحتة بتاعتك ولا عشان ياخد مكانك في الشغل، لا هو بس كده مجرد جينات وسخة بتجري في دمه ومش قادر يبطلها. النوع الرابع هو الوسخ الاوفر ايج، المسن الشايب العايب اللي عدى 60 70 80 سنة ومش قادر ان هو يقفل بقه ومش قادر ان هو يلم وسخته. النوع الخامس هو الوسخ العنيد اللي عمال يتشتم ويتهزق ويتمسح بكرامته البلاط ومع ذلك هو مازال مصمم ومصر على وسخته. وفي نوع بقى اللي هو بيبقى كوكتيل، بيبقى مشكل شوية أنواع من دي، تلاقيه شايب عايب، تلاقيه عمال يتهزق ويتمسح بكرامته البلاط، تلاقيه بلا هدف، وتلاقيه غشيم ومع ذلك مصمم برضو على الوساخة. ابعت الفيديو لصاحبك الوسخ ولايكه وفولو.